أنا سعيدة كتير أنه أكون موجودة للسنة الثانية كضيفة شرف بمهرجان الجونة. البلد ساحرة هون. أول زيارة لمهرجان الجونة؟ أول سنة. حلوة الجونة، فيها ذبذبات إيجابية، صاري بوزيتيف فايبس، الناس بتحب الحياة، وده يمكن نجح برضو، ده من أسرار المهرجان. أنا سعيد بالمهرجان الجونة بشكل عام، لأن مهرجان الجونة أنا بعتبروش مهرجان فني، يعني هو مهرجان فني وثقافي وسياحي. الناس تشوف مصر بشكل جميل وتحب تيجي مصر، فده يدعم السياحة بشكل جميل. يعني اتكلم عن مهرجان الجونة وعن حضورك. أهلا وسهلا، دايما بكون مبسوطة بوجودي في مهرجان الجونة، وبحاول على الأقل أكون يعني موجودة يومين ثلاثة في خلال فعاليات المهرجان. في أفلام حلوة تستاهل الواحد يشوفها. أكتر حاجة مبسوط بيها في المهرجان أنه محافظ على مستواه. عندي فيلمين صراحة أنا متحمس للاثنين أكتر من بعض، صندوق الدنيا وشريط 6. بتحضري ايه جديد الفترة اللي جاية على مستوى التمثيل والغناء؟ بحضر كذا اغنية، منها اكيد مصري ولبناني. بحب اسمع 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 واشوف احط صوتي على دي ودي. وللأسف انا شايفة الاغاني دلوقتي عمالة تعمل زي الفشار بوب كورن، يعني مفيش حاجة بتقعد، عمالة تفرقع فترة وتروح، فانا مش عايزة ده. جديد في الغناء بقى اخبروني. عندي سنجل نزلت في اول السنة دي اسمها لسه كبير، وعندي تو سنجلز ان شاء الله نازلين قريب. الفترة الجاية بجهز لفيلم كوميدي، دور جديد او جديد ما عملتوش قبل كده. عايز اعرف انت بتحضري الاطلاله كل مره بشكل معين ولا بتبقى الموضوع عفوي؟ لا، هو بيتم التحضير اكيد قبل المهرجان من على وقت، يعني لازم تحكي مع الديزاينر ويزبط لك امورك. بس بالنهايه برجع لرايي، انا شو بحب، بدي كمان انا استمتع بالقطعه اللي عم بلبسها. قولي ايه بقى الجمهور واضح؟ بدي اقول لكل جمهور واضح نيالكم على هذا الموقع الحلو. تابعوني، تفرجوا عليا، واللي مش عارفني يخش على جوجل ولا يحط يوتيوب. تابعوا كل اخباري وكل الجديد عندي على واضح. كلمه بس الواضح، كلمه الجمهور واضح. واضح جدا ان انا كنت واضحه في المقابله الواضحه دي. فبحبكم بشكل واضح. ثانك يو.